انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع الوطني للمقاولة المنظم من طرف منظمة ستارت أب موريتانيا. يسعى هذا الأسبوع إلى دعم الشباب الموريتاني عبر تمويل مشاريع اقتصادية تساهم في الحد من البطالة ودعم الاقتصاد. مزيد من التفاصيل مع سلمو الحضرامي. بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال الوطنيين، انطلق الأسبوع الوطني للمقاولات المنظم من طرف منظمة ستار أب موريتانيا. اليوم الأول من هذه التظاهرة الشبابية تميز بتقديم عروض عامة تناولت السياسة العامة لهذه المنظمة في المراحل السابقة والآليات المتخذة لدعم الشباب الموريتاني عبر توفير الدعم الضروري للمشاريع الاقتصادية الواعدة بالتنافس الإيجابي. هذه المناسبة اليوم مهمة حتى به اللي موريتان فاصلة مقاولين وفاصلة تجدد في الأفكار وفي تعدد أنواع من المقاولة ومن مبادرة، ومهم أنها ناس تجمع وتتكلم عنه. المشاركون في هذا الملتقى الشبابي ذملوا الجهود المتخذة لدعم الشباب، مؤكدين أنها ستساهم في تعزيز شراكة دائمة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا. أسبوع المقاولة الوطنية هو فكرة جيدة كانت من المنظمين، والمرة الثانية وقع في عدد موريتان. اليوم أول يوم كانت فرصة بأن جبرنا رجال أعمال ومستثمرين الشباب اللي فاتحين أبوابهم المشاريع الشبابية واللي فاتوا هم اللي ثبتوا فيها عن طريق الماضي. بدأنا اليوم الأول وكانت في عروض قيمة قدمها خبراء، تحدثت عن التنمية في موريتانيا وعن قضايا أخرى. كان انطلاقة جيدة ونقاشات إيجابية استفدنا منها إلى حد كبير، وقدمها أيضا خبراء في مجال المال والأعمال. يتواصل إذن أسبوع المقاولة الوطنية حتى 22 من الشهر الجاري، وسيساهم في توفير قنوات مميزة للشباب الموريتاني في الولوج إلى عالم المال والأعمال والاحتكاك بنخبة الفاعلين الاقتصاديين في الوطن.